فقالت الصبية لأمها: يا أمه، والله ما كنت لأضيعه في الملأ وأعصيه في الخلأ. وعمر يسمع ذلك كله، فقال: يا أسلم، علم لي الباب، أي ضع لي علامة على هذا الباب حتى نعرف هذه الأسرة ومن في هذا البيت. محاضرة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام: الخائفون من الله في الخلوات ملوك في الدنيا والآخرة. انظر الآن، يعني عند المعصية، يعني هذا الموقف بكاء خوف شديد، هكذا من فتح الله عليه، من فتح الله عليه هذه أحواله الطيبة المباركة. انتبه يا عبد الله، انتبه أن يفسدك الشيطان. دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com. الليلة عندنا كلمة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. هذه الكلمة عنوانها: الخائف من الله في الخلوات ملوك في الدنيا والآخرة. الخائفون من الله في الخلوات ملوك في الدنيا والآخرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل قد أقسم أنه سيبتلينا بالمعاصي والآثام والذنوب، ليعلم الصادق منا والكاذب، والخائف منه والمتجرئ، وليعلم المخلص والمرائي، وليعلم الذي يخافه والذي لا يخاف من عقابه وبطشه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا، هات يا أيها الذين آمنوا، هات، ليبلونكم الله، أكمل، بشيء من الصيد، إيش بعدها؟ تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. والمراد أن هؤلاء الذين سيبتليهم الله بالصيد هم محرمون، هم محرمون، والمحرم معروف أنه محرم عليه أن يصطاد، محرم عليه أن يعين على الصيد، أن يشير إلى الصيد، أن يدل إلى الصيد، هذا محرم على المحرم، محرم عليه. فربنا أقسم أنه سيبتلي من كان محرما بالصيد، وهكذا قل: يبتلي الله العباد بالمعاصي في أماكن شتى وفي أحوال، من أجل أن يتميز المؤمن الصادق من المؤمن غير الصادق. هذا قسمه جل شأنه، فكل واحد منا يتأكد، وكل واحد منا يعلم علم اليقين، يعلم علم اليقين أن الله سيبتليه بما يبتليه من أنواع المعاصي، من أجل هذه الحقيقة أن يظهر على حقيقته، من أجل أن يظهر على حقيقته. فهنالك من يبتليهم الله بمعاصي في الخلوات، فيكونون عظيم الخوف من الله والخشية من عذابه، ويكونون على وجل وعلى قلق عظيم أن يرتكبوا ما حرم الله، فيسلموا من ارتكاب ما حرم الله عز وجل، فيكافئهم الله بما يكافئهم به في الدنيا والآخرة
مما يكون فيه عز لهم وسعادة لهم وصلاح لأحوالهم وثبات على دينهم واستقامة على أمرهم فيما بينهم وبين ربهم وفيما بينهم وبين الخلق إلى غير ذلك، مما يفعله الله ويكرم به هذا الصنف الكريم الذي يخشى الله ويراقب الله ويقف عند حدود الله جل شأنه. قد أحببنا أن نذكر على مسامعكم حسن عواقب المراقبة لله والخشية من الله والخوف في الخلوات. الخلوات عندما يكون الشخص في مكان خال لا يعلم به إلا الله، ولا يعلم بحاله، ولا يراه إلا الله، ولا إلى آخره، فيراقب الله عز وجل ويقف عند حدود الله عز وجل، فلا يرتكب ما يغضب الله عز وجل، بل يكون في الخلوات أعظم خوفا منه في الجلوات وأشد فرقا من الله منه في الجلوات. فمن كان على هذا فإن الله عز وجل جاعل له ما سمعتم من أنواع المكافآت ومن أنواع كمال الاصطفاء له والاختيار والاجتباء والهداية والتوفيق له ما دام أنه قد حقق عبودية الله، حقق عبودية الله عز وجل. وهل هذا إلا حقيقة العبودية ولبها؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن من راقب الله في السر حفظه الله في السر وفي العلانية، على أن من راقب الله في السر حفظه الله في السر وفي العلانية. وهكذا قال: أجمع أرباب الطريق إلى الله عز وجل أن من راقب الله في خواطره حفظ الله حركاته الظواهر. فهذه مما تكون من الله عز وجل أن ينعم به على من علم الله صلاح قلبه ومن علم الله حسن حاله. ونقرأ بعض الأمثلة التي تدل على ما قلت في أول الكلمة، أن الذين يخافون الله في الخلوات أن هؤلاء ملوك في الدنيا والآخرة. وقبل أن نقرأ شيئا من ذلك نذكر قصة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام تربى في بيت الملك في بيت عزيز مصر، فلما صار شابا فتنت به امرأة الملك فبقيت تعمل الحيل من أجل التوصل إلى ما تريد من الفاحشة. ففي ذات يوم غلقت الأبواب وجاءت إليه وقد هيئت الأمور وتزينت له وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فامتنع من الاستجابة لها إلى ما طلبت لأمرين: أنه يخاف الله، إنه لا يفلح الظالمون، والثاني أنه سيفسد على سيده وعلى الملك فراشه، سيفسد على الملك فراشه وسيخون الملك في أهله. والملك قد فتح له بيته ورباه وأتمنه وقام برعايته والمحافظة عليه. فقام يوسف عليه السلام بهذه المحافظة الكريمة على الأعراض وعلى الإيمان وعلى التقوى، فقال: معاذ الله، إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي أي أكرمني في داره وفي بيته وأتمنني في بيته حتى على أهله. قال: إنه لا يفلح الظالمون. فلم يوافقها، فقامت بالمكر والمكائد ضد يوسف، فجمعت النسوة عليه فأردنا منه ما أرادت امرأة العزم، وشاركناها في مرادها ووافقناها على أن هذا
الشاب شاب يعني مما فتنا به، مما فتنا به. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب الله له هذا الدعاء، فاستجاب الله له هذا الدعاء فنجا من هذه الفتنة، فسجن مدة ثم خرج إلى الملك، فولاه ملك مصر الملك بعد أن عرف ملك مصر وتأكد وتيقن بطهارة يوسف وعفافه وكمال أمانته وعظيم صدقه عليه السلام. اختاره وجعله وزيرا له في تلك البلاد. هكذا خرج من السجن، دخل فيه متهما بالحيلة والمكر والمكيدة، وخرج من السجن طاهرا طاهرا. خرج من السجن وقد برئ من جميع من اتهمه ومن جميع من شارك في تلك القضية، فجعله الله كما سمعت وزيرا في مصر. هكذا الأمانة وحفظ الأمانة وأداء الأمانة، وهكذا المراقبة لله والبعد عن الخيانات والبعد عن الكيد والمكر والحيل التي حرمها الله عز وجل. وهكذا في الإسلام، كم رفع الله، كم رفع الله من أناس من رجال، وهكذا كم أصلح الله من حال. وهكذا بالنساء الذين كما سمعت راقبوا الله عز وجل ووقفوا عند حدوده. نقرأ هذه القصة، وهي قصة جيدة من جهة السند. عن أسلم قال: بين أنا مع عمر ابن الخطاب وهو يعس بالمدينة، أي يتفقد أحوال الرعية في الليل، إذ أعيا تعب فاتكأ على جانب الجدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنية قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء، تصب في اللبن ماء من أجل أن يكسر اللبن لكن من الماء، وهذا غش واضح، فامذقيه بالماء. فقالت: يا أمتاه، أو ما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى ألا يشاب اللبن بالماء، ألا يشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بنتا قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك عمر ولا يراك منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا أمه، والله ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، وعمر يسمع ذلك كله. فقال: يا أسلم، علم لي الباب، أي ضع لي علامة على هذا الباب حتى نعرف هذه الأسرة ومن في هذا البيت، علم لي الباب وأعرف المواضع. ثم مضى في عسه، فلما أصبح قال: يا أسلم، امضي إلى الموضع فانظر من القائلة ومن المقول لها، وهل لهم من بعل، أي زوج. قال: فأتيت الموضع فنظرت، فإذا الجارية لا بعل لها، وإذا تيف أمها، أي المتكلمة معها، وإذا ليس لهم رجل، يعني بنت مع أمها وأم ابنتها، ما هنالك رجل زوج لهم ولا محرم في البيت. فأتيت عمر فأخبرته، فدعا عمر ولده فجمعهم، فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه فيكم أحد إلى هذه الجارية. هذه الجارية التي قالت: يا أمه، ما كنت لأطيعه في العلانية وأخالفه في السر أو أعصيه في السر. هذا من الأدب الرفيع والعمل بالنصائح والتوجيهات والتحذيرات. قال: لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه فيكم أحد إلى هذه الجارية. فقال عبد الله: لي زوجة. وقال عبد الرحمن: لي زوجة.
وقال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني، فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت بنتا وولدت البنت بنتا وولدت ابنه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يعني انظروا، هذه البنت التي راقبت الله والتي عظمت النصائح والتوجيهات، كيف رفعها الله وكيف أعزها الله واختارها أمير المؤمنين عمر لتكون زوجة لأحد أولاده، الذي يعرف بالصفات الحميدة، محبوب مرغوب عند الناس، الله يجعل له القبول، الله يجعل له القبول ويجعل له الرفعة. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال إن بعض الناس يعصي الله في الخلوات فيلقي الله بغضه في قلوب الناس، هو عصى الله وما عرف الناس بأنه عصى الله، لكن يكرهونه لا يحبونه، وما آذاهم ولا وصل إليهم بسوء، لكن عقوبة من الله، إذ أنه حارب الله وارتكب ما حرم الله، بخلاف من كان يراقب الله في الخلوات يقذف الله في قلوب الناس حبه، وإن لم يكن لهم إليه حاجة، إلا أنهم يجدون حبا لهذا، يجدون تعظيما لهذا. الله الذي يتفضل على عباده بما شاء. وهذه قصة في باب المراقبة لله بسند، والسند صحيح. عن زيد بن أسلم قال مر ابن عمر براع غنم فقال هل من جزرة؟ فقال ليس هنا ربها، أي مالكها. قال ابن عمر فتقول له أكلها الذئب؟ قال فرفع رأسه إلى السماء وقال أين الله؟ يعني إذا كذبت على سيدي فكيف يكون أمري مع ربي وبين يدي ربي الذي يراني والذي يعلم حركاتي والذي يسمع ما أقول؟ هكذا المراقبة لله، فأين الله؟ فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول أين الله، واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. انظروا البركة، بركة المراقبة لله. راعي غنم سعد، أي سعادة، كان عبدا فصار حرا لما راقب الله، وكان فقيرا فصار غنيا لما راقب الله ووقف عند حدود الله. انظروا ما أحسن هذه العبادة، وما أعظمها، وما أعظم المنافع التي ينالها. سبحان الله، راعي غنم ومع هذا عبد كما سمعت، وعنده هذا الخير. وبعض الناس قد يطلب العلم السنين ولا يراقب الله. الراعي هذا أحسن منه في مراقبة الله عز وجل. فنعوذ بالله من غضب الله. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم، نسأل الله أن ينفعنا بالعلم. نقرأ هذه القصة من كتاب الجامع لشعب الإيمان للبيهقي رحمه الله، وإسناد رجالها ثقات. هنا قال بكر بن عبد الله المزني، قال إن القصاب جزر ولع بجارية، يعني أحبها، بجارية لبعض جيرانه، فأرسلها أهلها إلى حاجة لهم في قرية أخرى، فتبعها فراودها عن نفسه، فقالت لا تفعل، لأنا أشد حبا لك من كلمة، ولكني أخاف الله. قال فأنت تخافيه ولا أخافه. فرجع تائبا، فأصابه العطش حتى كاد ينقطع عنقه فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل، فسأله قال ما لك؟
قال العطش، قال تعال حتى ندعو، حتى تضلنا سحابة، حتى ندخل القرية. قال ما لي من عمل فأدعو الله؟ قال فأنا أدعو وأنت تؤمن. قال فدعا الرسول وأمن هو، فأضلتهم سحابة حتى انتهوا إلى القرية، فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فمالت عليه، ورجع الرسول فقال له زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت، فأضلتنا سحابة ثم تبعتك، لتخبرني بأمرك. فأخبره، فقال الرسول التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه. يعني انظر كيف تحول الحال لما تاب إلى الله ورجع إلى الله عز وجل، لما تاب إلى الله ورجع إلى الله عز وجل كيف تحول حاله إلى حال حسن، وكيف صار له القبول عند الله. وهنا قصة لعطاء ابن يسار رحمه الله تعالى. قال خرج عطاء بن يسار وأخو سليمان حاجين من المدينة ومعهم أصحاب لهم، حتى إذا كانوا بالأبواع نزلوا منزلا، فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم، وبقي عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي. فدخلت عليه امرأة من البيت الذي نزلوا فيه من الأعراب جميلة، فلما رآها ظن أن لا حاجة فأوجز في صلاته، ثم قال لها ألك حاجة؟ قالت نعم. قال ما هي؟ قالت قم فأصب مني فإني راغبة فيك ولا بعل لي. فقال إليك عني، لا تحرقيني ونفسك بالنار. ونظر إلى امرأة جميلة فجعلت تراوده عن نفسه وتأبى إلا ما تريد، فجعل عطاء يبكي ويقول ويحك إليك عني، واشتد بكاءه. فلما نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجزع، بكت المرأة لبكائه، فجعل يبكي والمرأة تبكي بين يديه. فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من حاجته، فلما نظر إلى عطاء والمرأة بين يديه تبكي، جلس يبكي في ناحية البيت لبكائهما ولا يدري ما أبكاهما. وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا، كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم، لا يسألونهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلى الصوت. فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت، وقام القوم فدخلوا. فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة، وكان أسن منه. انظر الآن، يعني عند المعصية، يعني هذا الموقف بكاء خوف شديد، يعني هكذا من فتح الله عليه، من فتح الله عليه هذه أحواله الطيبة المباركة. انتبه يا عبد الله، انتبه أن يفسدك الشيطان وأن يتسلط عليك الشيطان ويقول لك فرصة، فرصة قد جاءت، فرصة قد حضرت، فرصة هي من نفسها، أنت ما بحثت عنها ولا تعبت ولا إلى آخره. احذر، المطلوب مراقبة الواحد القهار. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها فرد بهذا الرد المبارك. يا طلاب العلم، لن يتركنا الشيطان، لن يتركنا الشيطان، فالشيطان ساع في إفسادنا من كل باب يستطيع ومن كل جهة يستطيع أن يأتي إلى إفسادنا. فلننتبه على أنفسنا ولنراقب الله ربنا، ونقف عند حدود الله، ونحذر من غضب الله،
ومن سخط الله. قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن معاصي الخلوات أساس الانتكاسات، أن معاصي الخلوات أساس الانتكاسات. تلاحظ بعض طلاب العلم يكون على خير وما تدري إلا وقد شرق وغرب وذهب وتلوث بما تلوث به، ما يدريك ما السبب في ذلك. من راقب الله حفظه، من راقب الله صانه الله وحفظه الله حفظ إيمانه وتقواه وورعه. ومن لم يراقب الله لا يلومن إلا نفسه، فالله له بالمرصاد. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت أناسا كثيرين ينتسبون إلى العلم، ينتسبون إلى العلم، قال وأهملوا نظر الحق إليهم، أي نظر الله إليهم في الخلوات، لم يراقبوا الله في الخلوات. قال فمح الله ذكر محاسنهم في الجلوات، عاقبهم الله أنهم لا يذكرون بين الناس بخير. الشخص إذا علم الله صدقه وإخلاصه ومراقبته له رفع الله قدره وأجر الله على ألسنة الناس بالذكر الحسن له، أكذا مما يكافئ الله العبد. فنقول طهروا الجوالات التي يستقبل فيها ما يستقبل من المنكرات ومن المحرمات، اتق الله وراقب الله، ودع في جوالك ما ينفعك في أمر دينك، في أمر دينك، وتجنب المنكرات والمحرمات والشبهات. احذر أن تبارز الله فتعاقب بالفضيحة بالخزي، فتعاقب بأنواع من الذل، فتعاقب بأنواع من العقوبات قد تدوم في الدنيا والآخرة. لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، فإن الله غيور، إن الله غيور. خصوصا من كان يحمل القرآن الكريم، من كان مع القرآن الكريم، من كان يحفظ القرآن الكريم، من كان على خير، من كان يصعد المنابر يخطب وينصح ويعلم وهو على انحراف وهو على أمور تغضب الله عز وجل. فاتقوا الله وراقبوا الله وقفوا عند حدود الله وكونوا من أولياء الله ومن عباد الله الصالحين. أنتم قدوة، أنتم قدوة، فلنكن جميعا قدوة حسنة للناس، قدوة حسنة للناس. نراقب الله ونكن أمناء على أعراض الناس وأموال الناس، والله المستعان.